عيدي أستاذ عندي. يويو كريز. عارفين إيه اللي قصادكو ده؟ أناناس. أستاذ عندي قرع عسل. بطيخة. البرتقال. مش عارف. أنا عارف هو اسمه إيه. اسمه ده بطيخ. ده خضار. خضار. أنا قطع الخضار. كل واحد فينا معاه فاكهة قدامه، المفروض نعمل للفاكهة دي شخصية. أنا بحب أسميها يونيكورن. أنا هسميها كاميرا. بديليها مايو أكنها في البيتش. أنا هوديها في البسين والبحر كده. بتاعتي فيها بذرة لكن بشيلها برضه. أنا بتاعتي ما فيهاش بذرة. إذا مش هتنفع معايا بتحكي بيضات هتوحدي. أنا لزقتها كويس. كنت جبت البطيخ عشان بطيخ إيزي تستك. ريايز بدلة دي مكتمتة. أوريكم مع بعض. سمايلي فيس. مش بعرف أنام كويس فيها. عينين حلوة. جلتر. وهذا بطلة راضية تتعمل. شكلها بتضحك. عايزة اقطع الحتة دي. لا ثانية، أنا عندي فكرة أحسن. استنوا. روكر. واتر ميلون. بيحب ياكل فروتس وبيحب ياكل ملوخية وهي سو بيشنت. بيحب يقعد يستريح. جيلي. وبتحب تلعب بجيلي. بحب البطيخ. مش بحب الحاجة حلوة. بتحب كهاندي وبتحب بومبوني ومش بتحب فروتس. فين العين التانية؟ أنا عايزة أحط بابيون. مش عارف. لازم تلزقها. بعمل شنب. دي سبرايز. أنا مش هحط لها النضارة. أنا هحط لها حاجة بتضحك. بصي أنا عملت لها عين بلو. أنا هحط نضارة شمس. عايز تختار لون إيه عشان أجيبها لك؟ أجيب لك نضارة شمس من لون إيه؟ أنا بختار. شكلها حلوة قوي. هي كده مش هتشوف. بابا أنا عايزة ألبسها لبس. قولي شوتي تديري. شوتي تدخل. خلصتها. أنا أوريكم خلصتها بعد لما أعمل. استني في العرق. بس طب بصي عليا. طيب open your eyes here. إيه ده؟ أنتي عندك بينك حاجات. أيوة أنا عندي خدود. أنا ما عنديش. أوكي. هو ده الشنب ولا إيه؟ ده شنب. يو يو كي.